للمزيد عن المشهد الانتخابي بينضم إلينا الأستاذ نايف عثمان رئيس رابطة شباب مصر بالكويت. برحب بحضرتك وصباح الخير. وطبعا يعني الكل يتحدث عن المشهد الانتخابي وتصدر شباب مصر بكثافة وبالكتل التصويتية في جميع بلدان العالم للاقتراع وإجراء عملية التصويت. اهلا وسهلا بحضرتك يا فندم. اهلا بحضرتك. طبعا احنا هنا دوله الكويت يا فندم في عرس الديمقراطيه بقى لنا 3 ايام، يوم 10 حد النهارده اليوم الثالث في عرس الديمقراطيه حقيقي فعلا فعلا. انت لو شفت اعداد المصريين اللي بيصوتوا او الموجودين في اللجنه الانتخابيه كان في الكويت بشكر دوله الكويت يعني استسمحك استاذ نايف بس الوقوف في مكان يعني تتحدث بشكل جيد لان الصوت غير واضح. الصوت كان عندي يا فندم. اتفضل. اتفضل يا فندم. يا فندم احنا هنا في عرس ديمقراطي، في عرس ديمقراطي يا فندم فعلا حقيقي لكل المصريين اللي في الكويت. احنا فعلا هنا في عرس ديمقراطي حقيقي. الشعب المصري كله هنا في الكويت يا فندم ازاي بيصوت؟ احنا بقى لنا 3 ايام واقفين على رجلينا مش قادرين نقعد بسبب ان ما شاء الله الناس اللي كانت تصوت بتدي صوتها في حب مصر، في حب فخامه الرئيس عبد الفتاح السيسي. فعلا عايزين مصر تفضل مصر ام الدنيا، عايزين مصر ترفع تفضل طول العمر راسها مرفوعه عشان التكمله تكمله المسيره فخامه عبد الفتاح السيسي بدا بيها لازم يكملها لغايه الاخر. ففعلا في اقبال شديد جدا جدا للشعب المصري في الكويت. اليوم الثالث والاخير النهارده شهد نسبه اقبال اكبر من الايام السابقه رغم انه يوم عمل. يا فندم احنا يا فندم جدا يا فندم الناس كلها بعد الدوامات النهارده طلعت فكره النهارده خارج اجازات من الشغل الصبحيه عشان الزحمه، ومع ذلك الزحمه الصبحيه والناس كلها خلاص الشغل بعد الساعه 2 دلوقتي الناس طوابير واقفه بره السفاره يا فندم. لو تشوف يا فندم الصور الفيديوهات هتعرف يعني قد ايه فعلا المصريين في الكويت حابين جدا 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 ان هم يدوا اصواتهم. بالنسبه لعمليه الادلاء بالتصويت، هل عمليه الاقتراع بتتم بسهوله يسر؟ هل بتستغرق وقت مع كل ناخب ولا بتاخد وقت؟ بسهوله جدا جدا يا فندم. لا يا فندم بسهوله جدا جدا جدا. الناخب بيجي يا فندم بيجي كامل بالظبط بالكامل بيكون مخلص كل حاجه. عاملين تنظيم هنا يا فندم السفاره المصريه مع وزاره الهجره مع الشرطه الكويتيه، عاملين تنظيم حلو جدا 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 يا فندم في منتهى الروعه. طيب استاذ نايف، دور رابطه شباب مصر في الكويت في التنسيق مع الشباب المصري، وبالطبع في عدد كبير من الجاليه المصريه من الشباب ومن الاسر المصريه المعاره في الخليج وفي الكويت بالتحديد، ازاي بيتم التنسيق بينهم لضمان يعني الادلاء بالصوت وضمان المشاركه السياسيه في هذه الانتخابات؟ هنا يا فندم في تنسيق جامد بين السفاره وجميع الروابط هنا في دوله الكويت، الروابط كلها المصريه سواء روابط الصعيد او روابط وجه بحري، كل روابطها هنا مسؤوله عن مجموعتها وعن ناسها، واحنا عاملين جروبات هنا يا فندم بنتواصل كلنا مع السفاره وكلنا بنتابع الاخبار اول باول، واحنا بقى لنا شهرين بنستعد للانتخابات وكل الناس عندها علم وعاملين فيديوهات وعاملين رسائل صوتيه وعاملين رسائل كتابيه وكل الناس عندها علم، عشان كده من اول يوم انتخاب من الساعه 7:30 الصبح فالناس متواجده طوابير يا فندم بره المحل الانتخابي. فعلا يا فندم تحيا مصر تحيا مصر تحيا مصر. طيب المشاركين اليوم في هذا المشهد الانتخابي هل لديهم الوعي الكافي بطبيعه العمليه الانتخابيه وباهميه صوتهم وانه بالطبع هيفرق في رسم الخريطه المستقبليه لشكل مصر الجديده؟ طبعا يا فندم الناس دي كلها نفسيه بتوقف يا فندم، عايزه تثبت للعالم وعايزه تثبت لكل الناس اللي هي سلبيه ان فعلا في تصويت حقيقي والعمليه ماشيه زي الفل والحمد لله رب العالمين. ان علني قدام التلفزيون وقدام العالم كله شايف ان الناس كلها في تقدر صوتها فعلا، وكل ده تحب في مصر تحب في خلف الرئيس عبد الفتاح السيسي، لان فعلا عايزين نكمل المسيره نكمل الطرق نكمل المدن الجديده نكمل المستشفيات نكمل كل شيء بيحصل في مصر عايزين نكمله يا فندم. المظاهر الاحتفاليه اللي موجوده يعني دلوقتي امام السفارات والقنصليات في الكويت ازاي بتشوفها وسائل الاعلام الخليجيه وفي الكويت وايضا المواطنين الكويتيين بشكل عام؟
كلهم يا فندم، كل حتى كل الاعلام الكويتي بيصور وبيجي، وفي بعض اخواننا السعوديين واخواتنا الكويتيين بيجوا يتصوروا برضه بيشوفوا، وهم نفسهم فرحانين بالمنظر اللي شايفينه، يعني كلهم فرحانين بالمنظر المصريين اللي جايين يصوروا فعلا وجايين يشاركوا في الاحتفالات، وكل مصري جاي بيشارك جاي فرحان وهو بيدي صوته. طيب الفئات العمريه اللي حضرتك شايفها دلوقتي هي الشباب اكتر حاجه، ولا في من كبار السن وفي من ذوي الاحتياجات الخاصه؟ يعني اوصف لي يا استاذ نايف. كل كبار السن طبعا، كل كبار السن لهم كل الشكر والاحترام والتقدير، وفي مريضه والله العظيم ومش بتتحرك وجايه بتصور، وطبعا كل الشباب او الاغلبيه طبعا شباب بنسبه كبيره جدا جدا شباب كله جاي يتصور. بس نشكر برضه لان الفئات الكبيره في العمر، الفئات الكبيره في العمر دي هي اللي بنتعلم منها ولسه بتدينا دروس، واي واحد كبير في السن بيجي بيرمي صوته فده بيحمس كل الناس الصغيره والكبيره، ان هو فعلا ان انا ابص مريض وكبير في السن وجاي اشارك في صوتي، فانت الشباب لازم يشارك، وفعلا الشباب كلها بتشارك هنا. طيب الـ الاحداث اللي مرينا بيها في العالم، والاحداث الخاصه بالعدوان الاسرائيلي على غزه، ودور مصر في المشهد السياسي، وايضا وجود مصر بقوه وحاضره بقوه في مؤتمرات زي مؤتمر كوب 28 في الامارات، كل ده يعني هل اثر بشكل او باخر على اصرار المصريين في الكويت على سرعة الإدلاء بالتصويت والمشاركة في الانتخابات؟ طبعا يا فندم، طبعا يا فندم، كل الأحداث اللي بتحصل دي حوالينا في كل الدول اللي في العالم كله هي حاجة بتحمس المصريين إن هم يطلعوا يشاركوا في الانتخابات، وكلهم بيأيدوا الرئيس عبد الفتاح السيسي، لأن فعلا فعلا أثبت لنا في كل اللي يحصل جوه مصر وبره مصر إن هو ما ينفعش غير الرئيس عبد الفتاح السيسي. طيب بالنسبه للمرشحين، لو سمع حضرتك العواطف، لو اسمعي يا فندم، انا هستفاد تحت الناس، اسمعي يا فندم. يا فندم ما شاء الله طبيعي. نعم، طيب بالتاكيد ان هناك مرشحين ثلاثه اخرين بجانب المرشح عبد الفتاح السيسي، وكلها يعني الحقيقه صوره جماليه في حب مصر. هل لمست من الموجودين وكلهم يعني بيرفعوا شعار دلوقتي تحيا مصر تحيا مصر؟ فهو الهدف الاخر هو مصر، والهدف الاخر ان مصر تبقى الاقوى، تبقى في نعيم واستقرار، تبقى تبقى فعلا مشرفه في المحافل العربيه والعالميه والدوليه. ازاي بتشوف حرص المصريين في الكويت على المشاركه، وحرصهم على معرفه برامج المرشحين الاربعه لاختيار الاصلح والانسب في الفتره الحاليه والدقيقه في مصر؟ يا فندم، كل المصريين على مستوى العالم مش في الكويت بس يا فندم، كلهم حرصيين جدا جدا، وعارفين هم جايين ينتخبوا مين، وعارفين مين اللي يستاهل يبقى رئيس ويكمل المسيره، ان هو يا فندم مهما يكون في مرشحين ومهما يكون في معارضين، هو ما ينفعش غير واحد بس اللي هو بدأ المسيره، لازم يكملها، لازم هو اللي يكمل كل اللي بدانا فيه يا فندم عشان مصر تفضل زي ما هي. نعم، بشكرك شكرا جزيلا استاذ نايف عثمان، رئيس رابطه شباب مصر بالكويت.